تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية من سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، رفعت فيها إلى سموه أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة يوم الشباب البحريني الذي يصادف يوم 25 من شهر مارس من كل عام. وأكدت أن هذه المناسبة الوطنية تحمل العديد من الدلالات بشأن المكانة والاهتمام الذي يحظى به شباب المملكة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإيمانه بأهمية الشباب وطاقاتهم المبدعة وتأثيرهم في استدامة مسيرة النماء الشامل باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية. أشارت إلى أن الاحتفال بيوم الشباب البحريني يعكس مدى اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقطاع الشباب وحرصها على دعم المبادرات والبرامج التي ترتقي بالكوادر الوطنية الشابة وتمنحها الخبرة والمهارات اللازمة.